مجمع هنا عبارة عن مساحة كلية 40 فدان، يشمل 218 وحدة، تتنوع بين أنشطة كيميائي هندسي غذائي وتغليف منتجات غذائية ومنتجات بناء مواد بناء. الموضوع طبعا احنا في منتهى السعاده والانبساط ان قدرنا ان الرئيس يهتم بالشباب والكوادر الشبابيه، وان هو يفتتح لنا مشاريع زي كده تساعدنا على الانتقال من مرحله التجاره الجمله والنص جمله، وخاصه في المناطق النائيه زي بتاعتنا البحر الاحمر. احنا كنا بنعتمد في شغلنا في الاساس على التوريدات التجاريه كلها، كنا بنجيبها من وجه بحري ومن القاهره والكلام ده كله. طبعا كنا بنتكلف بقى عناء النولون واستغلال التجار والحاجات دي. لما ربنا اكرمنا الحمد لله بمشروع زي ده ومبادره زي دي، قدرنا ان احنا نصنع منتجنا بنفسنا. احنا كنا الاول شغالين في مجال السياحة طبعا، وما كناش لو السياحة ما فيش شغل ما كنا مش موجود معانا فرص تاني. دلوقتي في فرصة دلوقتي اتاحت في البلد، منطقة صناعية، فكر جديد، تطور جديد،